عبس على شجرة. ايه ده؟ فين العيال اللي كانوا عايزهم ليه؟ لازم اغلب العيال. اديني قلت لك يا غزلان روح اندهي فرز بسرعة. طيب يلا. بسم الله ما شاء الله. مخلية. اما هي مخلية؟ انا ايه مختفية؟ بقول لك ايه؟ شوف العيال بسرعة، لازم اغير برنامج. قول لي على عايز تقول لك بصفة ايه؟ يعني تقصد حرامية جايين من هنا ولا من هنا؟ حرامية. تعالى تعالى البعيد اهبل. انت اخوي اختي حرامية ايه اللي بتتكلم عليها؟ لا ما هتكلم. احنا خدنا المركب من هنا. فضلنا ماشيين 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 لغاية ما جينا عندكم. قام فارس قال لي هي دي الحديقة الدولية يا كواسة. بسم الله ما شاء الله. ايه اللي انا شايفه ده؟ برج بيزا المائل. انت شايف ايه؟ شايف ايه؟ ايوه شايف الجمال كله قدامي. يا راجل تعالى انا بس كواسة. كواسة؟ اسم حضرتك كواسة؟ يا ضلع دي. طبعا كويسة وكواسة نفس الشيستم تقريبا. شئ؟ تعالي انا بنت كواسه. لا تعالي كواسه. لا هروح اقول لجوزك شعبول. شعبول الله يخرب بيتك يا شيخ. شعبول؟ لا لا بتهزر. هو اسمه كده جوزك؟ البنت دي كذابه. انا كذابه؟ امال ايه الحقيقه؟ احنا بس مخطوبين عرفي. طيب ايه بس؟ الله كتب عليا من غير ما اخد بالي يا بنتي. قمت خلعته من غير ما ياخد باله. يا لهوي. ما هو كتب عليك من غير ما تاخد بالك وانت خلعت البنت. ايوه يا ساتر لفت قمر الدين. خلاص ما حدش عارف يكلمك من ساعه ما غسلتي شعرك بالشامبو. امال لو حطيتي بلسم هتعملي فينا ايه؟ انت عمرك شفت بلسم ولا شامبو؟ ما انت مسافلت. حزمة جزر ماشية. روحي يا ربنا يكرمك بأرنب يفضل يقرقض 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 لغاية لما ما يخليش. ايه ده؟ أسلحة دمار شامل نووي مشاع. أنا ممكن أهزقك. أنت ممكن تعملي أي حاجة وعلى قلبي زي العسل. واقف مستني إيه؟ يعني الترماي وهو معدي من هنا تركب معاه؟ لا من شويه يا اخويا كنت عمال تجرجر في ديلها. روح وراها بقى خليها تنفعك هي والارنب. لا والله ده مجرد تحرش. يعني ايه تحرش؟ تحرش كده يعني. بعيد عني كده يعني. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ كرافته ما اتربطتش. هنسى كواسه انت معاكي ترخيص بالارتفاعات دي؟ شيء ما يخصكش. اصل انا متهيألي من عندك تقدري تكشفي السطوح عندي كله. انا فعلا كشفه كله بس هما ليه مش حاطين لك صور؟ للاسف انا عينيا يا دوب تجيب بلكون التاني دور عندك. على قدك. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ رمح فعلا؟ سلاح الفرسان؟ تعالى تعالى يا ساتر. تعالى انت راجل شقي. ايه ده؟ شقي. ايه ده؟ بقولك ايه؟ ايوه انا عايز اسألك سؤال بس هو خبيث جدا. ايوه تعالي في الخباثة وركز. انت متجوز؟ انا كنت فاهم اني متجوز. وايه اللي حصل لك؟ للأسف طلعت غير مطابقة للمواصفات. شكلها عامل ازاي يعني؟ شكلها لا بلكونات ولا مناور ولا اي حاجه. هي دور ارضي وطلع له قرار ازاله. وهيعملوا مكانها مقبره جماعيه للشهداء امثالي. يا عيني يا ابني حالتك صعبه. قولي لي انت صاحب الدودي؟ دودي مين؟ دودي السفيه. ايوه اصل فارس اول ما حط الخطه. فارس اول ما حط الخطه. مين الخطه؟ انت يا كواس. لا يا اخويا انا قلت حفله. يعني هتحضري حفله عيد ميلاد دود؟ وكمان هرقص. ايه ده البلكونات تتصدع. تعالى يا عزيز تعالى انت حالتك صعبه قوي. تعالى بسم الله ما شاء الله. سلام. بس تعرفي ان احنا لايقين لبعض قوي فعلا بجد لايقين لبعض واي مشاكل بينا ممكن يضيعها كرسي حمام. عزيز ايوه حبيبتي عايزه اعرفك بنفسي. اتفضلي.
محسوبتك اجدع رقاصه في مصر كلها. اجدع ناس طبعا، اجدع ناس. شعبولة شعبولة يا عزيز ضحك عليا. ازاي؟ قال لي هخليكي نجمه تلفزيون، نجمه سيما، نجمه مسرح. لا خلاص خلاص يا كواسه، من النهارده هترقصي في افخم الاماكن في العالم كله. انت بتتكلم جد؟ طبعا، ده انت لازم ترقصي وعلى نفقه الدوله. انا مش فاهماها بس ارقص. برج. اوكي يا برج. يلا بينا. تعالي تعالي. على فين بقى؟ نعين اساسات البرج. انت قليل ادب. ليه؟ وممكن احط اصبعي جوه مناخيرك. كنا حلوين. واديك بالقلم على وشك. انا ليه بس؟ تعالي. يا بت توبي الى الله بقى، ربنا يخرب بيتك. ربنا ايه؟ يا بت وافق، ده ابوك ابوك اتشل من كتر ما دورنا عليك. ابويا مين؟ انت اللي جابك الفيلا دي يا بت؟ ها؟ تعالي هنا. تعالي انت هنا. ما لحقتش. وقف هنا. طيب. انت يا بني ادم انت مين وجاي ليه؟ انت اللي مين؟ انا اللي مين؟ انا اخو الهانم اللي كان بين احضانك. ايوه ده انا بقى ثلاث ايام بدور عليها، ابوها اتشل بقول لك. دي كل يوم تهرب مع واحد في الحته، واتقفشت على حدود الاردن اربع مرات. مين دي اللي قفشوها؟ تعمل ايه في الاردن يا بنت في الظروف دي؟ اردن. اقف هنا. اسمي كريم. اسمي كباك. سبحان الله. ليه؟ الخالق الناطق فارس ابو شنب الولد. ومين فارس ده كمان؟ يا كباكه يا كباكه، مهما كان ده لحمنا برضه. لحم مين بقول لك؟ اختي دي عيلتها 2000 راجل. يقطعوك. انتوا بتتكلموا مع بعض في ايه؟ بناخد وندي مع بعض في الكلام. خلاص وده ببلاش. إيه؟ ابويا قال لي اتكلم مع اختك خد منه 10 جنيهات. يا حرام. مش بتاكل وبتشرب دي بتكلفنا. يا سيدي هات هات الفلوس كلها. ايه هات الفلوس؟ هات بس اوريك. أيه. اوريك. النهارده ايه؟ السبت. ترجع البيت يوم الاربعاء بيت، فاهمه ولا لا؟ اربعاء وخميس ايه؟ وحسك عينك تتاخري امامك على العشاء، دول الرجاله يفضحونا. ما انت عرتنا. اوف يا بنت الرجاله. اتفضل انت يا سيد كباك. اتفضل ايه؟ انا واقف سكيورتي على اختي. ما انت واخد فلوس على قلبك. ابويا قال لي اقعد مع اختك في الحفله. مش عندها حفله؟ عندنا حفله. في بوفيه؟ في بوفيه مليان اكل. اجمد بوفيه في الدنيا. عزيز 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 عزيز. اهو اتدمر البوفيه الله يخرب بيوكو. احسن. الله، مين الواد الصغنون الاوزع ده؟ ومين البيت التخينه الهبله دي؟ يا شباب اوعى. تعالى تعالى ربوها الاول. انت اتجننت؟ مال غلطت؟ عايز تعمل لها مشكله؟ ما شفتيش قالت ايه؟ اتاسف لها. لا هتتاسف لها يا عمتي. حرام يا عمتي. مين عمتك دي؟ انا اسف. هو انا اسفه والله. شكلها لطيف جدا بس دخلت عليا زي الجاموسه في الاول. خلاص انا اسف. انا اسفه. وممكن اعزمك على حاجه ومصروف بمناسبه الصلح؟ ايوه. تاخدي ايه؟ ساندوتش بيج ماك. اوكي. احضرينا. نعم احضرينا. ايه اللي نعم؟ اعمل ايه؟ ايه اللي ايه؟ مصرية ايه؟ لا طبعا. امال ايه؟ حضرتك تاخدي ايه؟ ساندوتش بيج ماك. لا سيبك من المجاملات خليها بعدين، قولي الاوردر ايه؟ ساندوتش بيج ماك. يلا هات عزيز. هات عزيز. ايوه هات واحد اتنين 104 بيج ماك. يلا تاخدي حاجة تاني؟ ايوه. ايه؟ ساندوتش وكفتة. انت لسه طافعة، انت هتستقطعيها. انا مش انا مش انا مش انا مش انا تعال. ايه ده؟ اقطف زمارة رقبتك. بس انا خدت حقي. اشد لسانك من جوه بقك. يا كان هسكتك. اتاسف لها. لا اتاسف لها. ربنا ياخدك يا تيتا ونرتاح من منك بقى. دي ايه ده؟ امسكي. انا اسف. وانا اسفه. ان شاء الله محبه لا بعد عداوه. طيب ساكنه هنا؟ ايوه. يا ريتني ما عشت لليوم ده. في ايه؟ دخلتي لقيتينا عريانين؟ ده انا اتخضيت. في ايه؟ بتعملوا ايه؟ هنعمل ايه؟ بنسيب بنتعرف على بعض. ايه ده؟ وطي صوتك بقى. عندك اوضه لوحدك؟ ايوه. انت فرحانه؟ ما بقول لك انت واقفه بقى هتحبسينا. انت بتقول لها ايه من ورايا؟ طبعا اسود. سيبينا بقى. عندك لعب؟ عندي لعب كتير قوي. ايه؟ عندي سكوتر وبلاي ستيشن. ايه اللعب البي؟ سكوتر ايه ونيله ايه؟ ده انا عندي بلاوي بس اما نبقى اصحاب. باي. يلا دوش. انا حبيتك قوي. انت ايه؟ حبيتك. هو ليه؟ انت يا بت حبيتك. انت عارف لو قلت الكلمه دي ده ممكن اترقب. ليه؟ انا معقد من الحب. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، حبيت واحده وسابتني. وبعدين؟ والله العظيم انا ما غلطت فيها. انا في الاول قلت لها ما احبش مراتي تقعد مع راجل لوحدها، مش ده حقي؟ حق. رحت لهم يا اخت البيت في شم النسيم، لقيت قاعده يا ابوها لوحدهم. خد الفسيخه دي يا بابا، خد البصلايه. وامها رايحه جايه شايفه الوضع ده وعادي عندهم. قلت ايه الزباله دي؟ رحت ماشي. بس ده باباها. راجل ولا موتوسيكل ابوها ده؟ راجل. راجل بس خلاص. وبعدين؟ ولا قبلين، بقالي 12 سنه ما اعرفش عنها حاجه. يا حرام. وعملت ايه؟
ايه؟ ولا حاجه والله. ابتديت بقى اول حياتي كلها دواوين شعر وهنشرها في السوق وابهدل الدنيا بجد. انا معذب. طب سمعني. انت فاهم في الشعر قوي. كتبت لها قصيده باسمها. هي اسمها ايه؟ احلام. طب سمعني. بقول في المطلع احلام 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 بيتي احلام. البيت راحت فين؟ مكبيتها في القصيده يا بنتي. احلام افتحي يا احلام. انا ناصر. مين ناصر ده؟ اخوها. عشان لو عرفت ان انا اللي بندى مش هتفتح. استني انت. استني يا بنت افتحي. عنك غوري في داهيه وسبتها وحبيت بنت خالتها عشان احرق دمها. بجد؟ وبعدين؟ سابتني الصبح. يا حرام. وعملت ايه؟ كتبت قصيده باسمها. هي اسمها ايه؟ انغام. طب سمعني. بقول في المطلع يا انغام. انت يا زفت انت كمان. يا عيال حد يرد يا انغام. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه ايه يا ام محمود؟ هي وقعت من على الكوبري. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالي. طيب. سبتهم ورحت الحب الاصلي بقى. لمين؟ للسيما. بجد؟ اشتغلت يومين وقالوا ما تنفعش. يا حرام. وعملت ايه؟ كتبت شعر في السيما. طب سمعني. بقول في المنزل افلام. يا افلام بصي الراجل ده شكله حرامي شعر. بعدين انا ليه اماكن متعدده نتقابل فيها؟ بجد؟ انت اسمك ايه؟ يا نهار اسود. اسمك ايه؟ اسمي كباك. ده الحقيقي؟ لا الحقيقي كباره. والدلع؟ حماصه. ايه ده؟ حماصه. اخوكي نسيت اخوكي؟ انت عندك بابا؟ بيشتغل ايه؟ تاجر مخدرات. ايه؟ ايه تاجر؟ اكذب يعني؟ وامك؟ امك اسمها امك. ده انت بيئه على فكره قوي. اسمها مامي. ومامي؟ مامي محاميه. ايه اللي بتقوله ده؟ ابوك تاجر مخدرات ومامتك محاميه؟ وشوف الفراسه بقى. محدش بيتدخل في شغل حد. عشان كده والحمد لله اسره مستقره في سجن ابو زعبل. روح منك لله يا شيخ. انت عندك اخوات؟ الحمد لله. اسمهم ايه؟ بنات ولا الاولاد؟ لا البنات. سعاد. دي الاولانيه. لا كله سعاد كله. احنا هنجنن امي يا نهى يا رشا يا كاميليا. تتلحس تتلحس. هي اسم واحد. هي تندى. كلهم يجوا زي الجزم. تشوفي يا عايزه مين. دي الام. الام الام يا بت. ايه ده يعني ايه الام على جدع؟ ده انت شاعر يا اخي وحساس. ومامتك اسمها ايه؟ سعاد. برضو يعني ابويا هو اللي يتراوش يعني؟ هو يندى. هم يجوا يشوفوا ده الاب. ما تضربش. وباباك اسمه ايه؟ سعاد. طب سعاد بقى بتشتغل ايه؟ انا واحد ابويا ولا اختي ولا امي. دي لخبطتني قوي. ايه برضو؟ اختك. اختك كبيره. ايوه. في برنامج تلفزيوني ناجح. اسمه ايه؟ خلف الاسوار. تبقى مذيعه. لا متهمه. مذيعه مين يا ماما؟ خلاص فهمها. احنا مين؟ سعاد بقى تشتغل ايه؟ زي اختها برنامج اغرب القضايا. تبقى مخرجه. يا بنت محكوم عليها. افهمي بقى. خلاص. سعاد بقى تشتغل ايه؟ صغيره. ايوه. في تجاره انجليش. نعم. ضلت الطريق ودخلت الجامعه. ادعوا لها ادعوا لها. ايه ده؟ ايه العيله البيئه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وقصيرين وطوال وحالتهم. اسم الله عليك يا عود ابانوس. احنا قصيرين وطوال. مالي يعني؟ تكل على الله بقى. تكل على الله. بقول لك مش هتكل. عشان اسامح نفسي. خلاص انت هترجعي في وشي. ايه يا بني ادم انت ده؟ انت عشان مكانك لو هنا جبل نازل عليك. انت شايف حاجه؟ انا اسف. ايه ده؟ والله انا اول مره في حياتي اضرب الكميه دي. اه انما ما تزعلي بقى ما تعذبناش. اه ان شاء الله. انا اضرب القمر ده. انت اموره قوي على فكره. ميرسي. لا بالراحه. المسرح هيقع. بالراحه. بقول لك ايه؟ ما ترجعش شعرك ورا عشان البياض ده يبان. ايوه صح صح. الخطوط دي هيشيلها. يروي. فضحتنا وعرتنا. انت جاي تعملي شغل يا هاني؟ انا لحقت اعمل حاجه. اهلا وسهلا. ايه رايك بقى؟ انت سرقت الستاير بتاعت القصر؟ احسن. ايه اللي انتوا فيه ده؟
انت نسيتوا احنا جايين ليه؟ نسيتي عمك ابو شنب؟ نسيتيه؟ انا فاكراه فاكراه. هو فينا؟ في العيال التانية؟ ما نعرفش. طبعا انتوا كلكم جايين رحلة شم النسيم. يا نهار اسود ومنيل. في ايه؟ مش عارف. وربنا ما اعرف. ايه؟ في ايه؟ ما انا واقف معاكم، ايه الغباوة دي؟ والله ما اعرف. احنا بنتراقب. بن ايه؟ بنتراقب. في خطر. ايه وصلت لكده؟ ايه؟ وطوا شوية. وطينا. وطوا بينشنوا بالرصاص، أنا خايف عليا الطلقة، مش خايف عليا عليكم. وطينا خلاص. انزلوا على الأرض. انزلوا على الأرض. نزلنا. انزلوا. ايه بقى؟ ايه الأحجام الزبالة دي؟